نور قلبك مع أسماء الله. نور قلبك. الله. نص جماعة من أهل العلم على أنه اسم الله الأعظم. قال ابن عباس في معنى الله: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالله أي المألوه المستحق للعبادة، هذا الاسم العظيم له خصائص تخصه، ومنها أنه لا يجوز إطلاقه إلا على الذات العلية سبحانه وتعالى. أيضا أن جميع الأسماء منضوية تحته وتنضم إليه. أيضا كثرة وروده في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل هو الله أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أيضا اقتران عامة الأذكار به، فهو موجود في كل تسبيح وتهليل وأذان وفي أذكار الصلاة، ولا يكاد ينفك عنها المسلم في يومه وليلته. فيا الله حقق لنا آمالنا وأبعد عنا أحزاننا. نور قلبك مع أسماء الله. نور قلبك.